الرؤية الثالثة اللي أنا شفتها في حياتي وفعلا كانت أحد أسباب تغيير حياتي كلها هي رؤية الوالدة رضي الله عنها، وهي في الستينيات أو أول السبعينيات. رأت رؤية جميلة واضحة، رأت أن أحد الرجال كان من عائلة مرموقة وكنا نعرفهم من زمان من أهل الصعيد، كان أصلا تركي، أعطاها أهداها تفاح، كان اسمه يوسف بيه لبيب. فوالدتي تعرف العيلة طبعا وإحنا كنا نعرف العيلة، وفسرت هذه الرؤية على أن أخويا الكبير هيتزوج إحدى بناته. طبعا التفاحة في الوقت ده كان تعتبر شيء يعني عظيم جدا جدا جدا، لأن ما حد بيأكل إلا عائلة القوم. كيلو التفاح بثلاثة جنيه أو أربعة جنيه، كان مرتب اللي هو الموظف في الشهر 17 جنيه. المهم والدتي رحمة الله عليها فسرت رؤية على هذا الأمر، لكن أخويا ما اتجوزش بنتهم. وجاء في يوم من الأيام أنا نزلت مصر عشان أتزوج وما توفقتش في الزواج، لما شفت تقابلت مع بعض الفتيات، وإلى أن والدتي قالت لي يا ابني ما تروح تشوف بنت يوسف بيه لبيب إن شاء الله. قلت لها حاضر، رحت والحمد لله وحصل القبول من الطرفين، وبفضل اسمها تعالى كانت كتب الكتاب تم في أقل من 10 أيام، لأن احنا عارفين العيلة وهم عارفيننا وناس محترمين وناس كذا وكذا 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 وكذا. ففضلت الرؤية دي مع والدتي رحمة الله عليها ما لا يقل عن 15 سنة إلى أن تحققت في أنا، مش في أخويا أو في أختها الكبيرة. وهذه الرؤية كانت رؤية صادقة طبعا من والدتي رحمة الله عليها، وهي كانت التفاحة التي بعد فضل الله تعالى بفضلها استطعت أن أنا أأتي إلى بريطانيا وتعيش معي هنا وتبني معي هذه الأعمال كلها التي قمت بها. وبالرغم أن أنا تقدمت لأخريات يعني يختلفنا في الثقافة وفي العلم وفي اللغة وكل حاجة وفي العائلة وكذا وكذا، إلا أنها كانت هذه هي التفاحة التي أقرها الله سبحانه وتعالى لي لكي تبني معي. إن كان هناك شيء استطعت بناءه فكان بعد فضل الله سبحانه وتعالى لها هي. فالرؤية أخذت من والدتي في التحقيق، وساعدت والدتي وساعد والدي جدا جدا بهذه الزيجة المباركة التي ما زلت إلى الآن أفتخر بها، أفتخر بحماي الذي لم أراه لأنه كان مات، وبحماتي التي لم أراها لأنها كان ماتت أيضا في صغر زوجتي، وفي العائلة الكريمة التي أصبحت بالنسبة لي خلان وخالات. رؤى مثل هذه تجعل الإنسان يؤمن بحسن الاختيار من خلال الاستخارة ومن خلال الاستشارة ومن خلال الرؤى الصادقة زي الرؤية بتاعت والدتي. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.